اذكر حيوانا، اذكر اذكر حيوانا ضخما يأكل النباتات والأعشاب. الفيل. نعم الفيل. الفيل ضخم، صح صح، واو، وأعلى احتمال ضخم، بس مسكين يأكل بس الفيل ما يأكل لحوم. شو تقرر؟ نروح وياكم لو نروح ويا القوشي؟ السؤال هدية من عندنا، خلي أخذه هدية. يا بهدالكم السؤال وأنا متأكد راح تحصلوا. تفضل استاذ مجد. إيوة صح. خلي نشوف أرمين. أرمين نعم. اذكر لي حيوان واحد ضخم يأكل النباتات والأعشاب فقط. الغوريلا. 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 لم يأتي هذا الغوريلا، لم يأتي، لربما يعني ما 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 صوره، بس الغوريلا أيضا يعني أحيانا تأكل اللحوم. الغوريلا الضخمة ها، لأنه القردة لربما، بس الغوريلا الضخم لا يأكل حتى الحيوان. وأونيل اذكر لي حيوان ضخم يأكل النباتات والأعشاب فقط. البقر. 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 نعم البقر لربما موجود. البقر. البقر. نعم موجود. البقر والثيران هم نفس الفصيلة أيضا، يأكلون النباتات والأعشاب فقط، الثور والبقرة والجاموسة. والأستاذ جنان شو يقول؟ نعم. حيوان ضخم يأكل النبات والأعشاب فقط. من هو هذا؟ الجمل. 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 خطأ ثاني، ما أجى بالاحتمالات وكأنه نسون الناس. بالوقت اللي هو الجمل حيوان ضخم ما يأكل غير مو فقط النباتات وإنما الأشواك، لأنه يمشي في الصحراء ويجوز يشوف له شوية. وإيفا. الحصان. الحصان. خطأ ثالث وراح نجيكم. الحصان مو حيوان ضخم، لأن الحيوانات الضخمة الفيل. ال 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 زهاوي. زهاوي اذكري لي حيوان ضخم يأكل النباتات والأعشاب. الزرافة. ها؟ الزرافة. الزرافة. زرافة. الزرافة. 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 طبعا أنا من قالت مريم الزرافة عبالي الزلاطة. قلت شنو؟ يعني ممكن الحيوان هذا يأكل زلاطة؟ إذن الزرافة ثلاثة. قرري آية. ويا الجروب. زرافة. ما بيها مجال إذن. يستخسرون ما أعرف أنا. الزرافة.